الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل إخواني في الله ما ابتدأناه بين المغرب والعشاء. قال وعفر، قال وعفر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم، إذن هنا انتقل إلى أثر آخر عن عبد الله بن عمر. ما معنى بصرة وعصر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم؟ خراج صغير. خراج صغير، ما معنى خراج صغير؟ نعم، هي أشبه ما تكون بالدم. فهذا خرج منه دم ومع ذلك لم يتوضأ، لم يعتبر خروج الدم من نواقض الوضوء. هذا الأثر أين هو؟ هذا الأثر أين هو؟ تفضل. أسانيد ابن أبي شيبة والأثرم. أثناء ابن أبي شيبة حدثنا عن مذهب عن التيمي قال نحن، وابن الأثرم حدثنا موسى إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر كذلك، والبيهقي من طريق ابن أبي شيبة. نعم، هذا هو تخريج الأثر، ولكن أنا وقفت على طريق آخر لكن إسنادها ضعيف فلا تصلح، فكفانا أخونا الإسناد الصحيح. نعم، الذي يلي. وبذق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، أين هذا الأثر الأخير؟ صلى الله عليه وسلم الجزء الأول صفحة 178 رقم 571. اسناده؟ تفضل. روى عبد الرزاق بن مصنف كما قال الخنابل من مدة الأوسط الأول 173 رقم 63. قال عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ. عبد الله عطاء بن السائب اختلط، لكن رواية سفيان عنه قبل الاختلاط. نعم، رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. نعم. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. نعم، وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. أثر ابن عمر أين هو؟ تفضل. روى ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الأول صفحة 378 رقم 470، وروى ابن المدة الأوسط في الأول 178 رقم 70 رقم 72، والبيهقي في السنن الصغرى في الأول صفحة 131 رقم 41، وإسناده صحيح. نعم، إسناد حدثنا ابن نمير، ما هو الإسناد؟ حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد كالشمس مسلسل بالجبال، أنه كان يحتجم غسل أثر محاجمه، وإسناده كالشمس. نعم، أما قول الحسن
القول الحسن هذا ومن رواه؟ تفضل. وصل أبو بكر بن شيبة أول 380 قطع 474 قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن بن سيرين أنهما كان فلان أرسل أثر المحل ورقم 477 قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يحتجم مال عليه قال يقصد أثر محجمه. والإسناد الثاني صحيح يونس بن عبيد بن جاز بن عبد ثقة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ثقة أيضا. الإسناد الذي قبله ماذا؟ الإسناد الذي قبله رقم 475 من طريق ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال كان يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحاجم يتوضأ ويغسل أثر نعم. إذا هكذا نكون الحمد لله وقفنا على وصل هذه المعلقات بما فتح الله علينا وعليكم. وهذه دعوة إلى باقي الإخوة أن يتقوا الله في هذا الدرس ويحضروا ويتعلموا ويتفقهوا حتى يرتفع مستواهم. فمدار المشاركة في الدرس على اثنين للأسف، مع مشاركات من إخوة، لكن مدار المشاركة الحقيقية على اثنين، ولا أعلم ما الباقي ماذا يفعلون، وخصوصا الإخوة الذين أخذوا دورة تخريف في المستوى الأول على الأقل. فدعوة إلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل وأن نحافظ على أوقاتنا وأن نتعلم وأن نحضر حتى يرتفع مستوى الدرس. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نفتح مجال الأسئلة من كان عنده سؤال. تفضل. ذكرنا أنه قارن توضأ ويغسل أثر المحاجم. نعم. أثر المحاجم من الوضوء. نعم. عن الحسن. فهل هنا في قد يكون هنا الوضوء من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. بدليل أنه قال يغسل أثر المحاجم. وفي الأثر التالي قال يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. فهذا دلالة على أن هذا الوضوء ليس من باب الوجوب وإنما من باب النذر. وتقول الإمام البخاري باب من نذر الوضوء أي الوضوء الواجب. أما باب النذر وباب الخروج من الخلاف فهذا كان يوصي به أهل العلم. نعم غيره. تفضل. إحنا يعني لاحظت إنه كلام من أهل العلم لما يتكلم عن عطاء والأثار كلها يفرقون بين الدم إذا سال وغير سال. قالوا إذا سال عليه الوضوء إذا لم يسل لم يفعل عليه الوضوء. هناك تفريق وهناك تعميم. زي إيش مثلا عندك؟ أكثر أثر. سمعنا. لذلك نحن عن حدث أنه كان لا يرى الوضوء من الجنب كما كان سائل. قلنا هذا اسم الضعيف وتقول عن عطاء ثم تذكر عن الحسن. أكثر من طيب استحضر لا تساعده يساعد نفسه حتى لا تدخل عليه ما لا يريد لا تلقنه السؤال. نعم غيره. تفضل. لا يريد في الدرس. نعم يريث الدرس. تفضل. شيخنا الضحك لو كان مثلا السبب طبعا الواحد كسر الصلاة الابتسامة غير الضحك. ضحك في سماع الصوت، أما مجرد الابتسامة فهذا يتنافى مع الخشوع ويقلل الأجر لكن ما عندنا دليل على البطلان. فالضحك درجة أعلى من الابتسامة. يقول كمان الرسول لم يبكي إذا واحد ضحك الصلاة فارس عليه الصوت. لا نعرف على هذا دليل. نعم تفضل. يعني نرجع إليك. عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في شجة يكون بالرجل قال إذا سال الدم فليتوضأ وإذا ظهر والميسر فلا وضوء عليه. وأيضا قال عن عطاء توضأ من كل دم خرج غسالة. وأيضا قال عن عطاء المجاهد عن جرح يكون في يد الإنسان فيكون فيه دم فيظهر ولا يسيل. قال المجاهد يتوضأ وقال عطاء حتى يسيل. وأيضا هنا أيضا عن
إبراهيم سيدنا هذا هذا عطاء أخل يدك يعني في سقر المخطوط الدم قال ثلاث صعوبة ولكن استمعك الدم وقت الأطار إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنهم في قولهم يتوضأ ليس من باب الوجوب، بدليل أنهم في مواطن أخرى كانوا لا يرون الوجوب. فهذا يلتقي مع سؤال الأخ السابق، ينبغي ألا نجعل هناك تعارض بين إفتاءات أهل العلم وإفتاءات فضلا عن السلف. فمرة يقولون توضأ ومرة يقولون يكفيك الغسل، فهذا الوضوء يكون من باب الأفضل ومن باب الأحفظ. وباب الخروج من الخلاف باب كان يعمله السلف وأهل العلم، خصوصا في باب العبادات، فباب الأحوط يفتى على مصراعين ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. تفضل أبو المجد. السؤال الأخير في قول عطاء أن من خرج الدود من إحدى سبيلين مع البراز أثناء البراز، ما قال مع أحد البراز، هو قال في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعني إذا كان أثناء التبرز أو من غير التبرز؟ لا، المبحث أن هذا الخروج لا يخرج إلا مع قضاء الحاجة، فقد لا يكون هناك براز ويخرج ماذا؟ فهو يصاحب قضاء الحاجة، لكن مع قضاء الحاجة قد يكون الخارج ليس برازا وإنما هو دود، فهذا الذي ينقض. أما هذه الصورة الواضحة، أما صورة أخرى قد يخرج من غير أي شيء فهذه نادرة وظاهرها أنها لا يبطل، وإذا أردنا أن نلحقها فنلحقها بالمعذور الذي يتوضأ لكل صلاة، ولكن كما قلنا هذه حالة نادرة والنادر لا حكم له. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله.